الرزق. وروي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من الحكمة بمكان، كان يقول: أيها الناس، إنكم تسألون الله الرزق، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن الله يرزق العباد بعضهم من يرزق العباد بعضهم من بعض، فمن أعطي شيئا فلا يرده فليقبله، فإن كان ذا حاجة استغنى به، وإن كان غنيا أتاه من حوله، أتاه من حوله. وليس من الحكمة أن يرد الإنسان شيئا أعطي إليه إلا إذا خاف أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلكم المعطي أراد أن يشتري به شيئا من دينه فيرده ولا كرامة، وأما الثاني إذا خاف من ذلك المعطي منة عليه. وقد قال، ومر هذا على أسماعكم كثيرة: قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة، قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ابنه إبراهيم من جاريته وأمته ماريا، وماريا هي هدية من ملك كافر، وماريا هي هدية وعطية له صلى الله عليه وسلم من ملك كافر، مع ذلك قبلها. والمراد بيان الأمر هنا وفق قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه.